جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن امرأة تطلقت من زوجها ومعها 3 أولاد، ثم تزوجت بآخر وأنجبت منه أيضا 4 أولاد، وخلف الأخي ثم توفيت، وحينئذ جاء أبناؤها من الزوج الأول مع أبنائها من الزوج الأخير يطالبون كل منهم بالتركة من والدتهم، ويسأل عن الحكم في هذه المسألة. جزاكم الله خيرا. نعم، كلهم يرثون من والدتهم، أولاد الزوج الأول وأولاد الزوج الثاني كلهم سواء في هذا، لا فرق بينهم. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.